حلقة جديدة، طقس حلو اليوم، عم نصور بلا باك جراوند، عم نصور برا بالطبيعة لأنه اشتقنا للطقس الحلو. يا جينا كم يوم هيك رح نستفيد منهم، نصور كم حلقة في الهواء الطلق مثل ما بيقولوا. معي سيجار، وعدكم انه رح نتجه اتجاه المعاكس، حنتجه باتجاه الغير الكوبي. معي سيجار اليوم من شركة فيليجر، صار لي زمان مش مدخن، ورحت نقيت سيجار شوي غريب، راح تشوفوا الصور قدامكم هلا راح يطلعوا. شوفوا الرابر مادورو، البايندر دومينيكان، الفيلر كمان دومينيكان. اذا مش غلطان الرابر مكسيكو، اذا مش غلطان، معقول يكون غلطان وبصلحها بالكومنت اذا انا غلطان. شوفوا كيف زيوت الرابر على زيت، رابر جميل جدا. الفوت حكينا قلنا العرض والله 52، التوربيدو الكيان مثل ما بتشوفوه كيف من فوق، فشكله مخيف، يعتبر فول مش ميديوم تو فول، فول يعني اليوم ماكل منيح قبل ما دخله. يلا ما قلنا طول 6.25 حتى ما نغلط، كمان طول 6.25. يلا خلينا نبلش. ريحة الحر وريحة اللدر جلود، يا رب يطلع فيه شوية حلو، شكله رح مرمر مرمر زماني. طيب يلا الدرا حلو. تعرف شو عم يذكرني؟ تتذكر السين كومبروميسو تبع ساكا اللي دخلناه وما خدنا درا طلع الليدر هيدا؟ كأنك يا معلم عند كندرجي انت عم تشم ريحة الجلود يا معلم. يلا good luck. بس سينجا ورميسو طيب مش عاطل، ان شاء الله يكون مثله. كان حار حار، ايه اكيد اول حار كان. في امل، في امل، في سويتنس بالاروما وفي خشب. يلا جميل، بس مر بعد بكير، بس سمود. ليك انا كنت متوقع لو شميت قلت لك من اخيري قاعد يفقعوا ريترو هيل، لا العكس العكس، بس طعمه الجلد، نكهه الجلد قويه قويه. يلا خليكم معنا نشوف شو بيطلع معنا، خليكم معنا. يقدر اعبر عن تفسيري للسيجار، مندهش بكل صراحة. شميت ريحته للسيجار، استنظرت ان يكون سيجار قوي مر، حيضايقني. اول ما اخذت اول سحبة لفت لي نظري دغري، تعرف انت لما شي بيلفت نظرك دغري بتقول اف لا في شيء غلط. اجمل اول تلت من سيجار مدخن، عم بحكي بالغير كوبي، يعني كيف بدي اقول لكم، روعه. ما في ما يعني كيف، ما بعرف كيف بدي افسر لكم اياها، روعه. بخوفك لكن اول ما تدخنه لا شيء ناعم على ريترو هيل.
نكهات جميلة جدا. عم نحكي كنت مستنظر جلود، كنت مستنظر مرارة، كنت مستنظر فهمتوا علي كيف أشياء دارك، في لكن خفيف كتير كتير سلس. الريترو هيل كل ما تدخن كل ما عم تحس بنكهات جميلة جدا، الحموضة، الليدر على الخفيف، شوي صغيرة من الحلو من الشوكولاتة، الحر جميل جدا ما بيضايق. عملكم مندهش يعني، فيليجر كويلار بلاك فورست، واو واو بكل تعبيري لإله. هذا السيجار اول تلت على كل حال، ما راح دغري استنزف لكم سيجار، اشتروه دغري اركضوا، لكن اول تلت بعد ما بدي اشتري بوكس. خلينا نكمل ونشوف مشوارنا وين راح ياخذنا، لكن لهلا توب. قبل ما افوت بتعليقات بالنكهات على تاني تلت، البيرن شوي صغيرة عم يضلني جلس، فما بعرف اذا هذا هو عيبه للسيجار ولا بس لانه مهم يعني في تجليس بالموضوع شوي صغيرة. الباكس بريس بتصير بالباكس بريس كتير عكل. برجع للنكهات السيجار، رهيب كتير عن جد. كل شيء اللي وصفت لكم اياه باول تلت لسه موجود بتاني تلت. في زياده هلا فينا نحط نوع من الخشب، ما بعرف شو هو الخشب، منه خشب الارز اكيد، بلكي خشب البلوط. الشوكولا موجود، الحار موجود، الارث طعمه الارض عم تحسها فيه، ولسه لسه مستني طعمة اللدر اللي بشمها بالريحة، لكن ما بستنتجها لا بالريترو هيل ولا على لسان. غريب 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 انك تشمها لكن ما تقدر تتذوق او تستطعم فيها، غريبة. ريترو هيل جميل جدا. هذا السيجار اذا ما بتسوي ريترو هيل بقول لك شو لا تدخنه، لحتى تقدر تفهمني انا عم بقول لك انه هذا السيجار قديش على الريترو هيل روعة، لانه النكهة اللي انت عم تطلع من نخيرك من خشمك ما بتقوله، طعمة هالحموضة وهالاعشاب وهالزهور والحار وشوية من الحلو، هي كلها بتحس فيها لما بتعمل الريترو هيل. جميل جميل وفل، لانه النكهة عم تجيبها بقوة. هل هو هلا اللي عم يسأل هل هو قوي؟ Yeah. بلكي اول ولا ما بتحس فيه، لكن هلا شوي صغيره بنصه وبفوق بتبلش تحس فيه. سيجار منه هين لواحد يدخنه اذا مبتدئ، خلينا نقول هيك. روعه لهلا ماشي تمام، كمل وبنختمها بنشوف شو كيف بيخلص معنا المشوار. يلا عم ننهي اخر تلت. النكهة ما بين الثاني تلت والثالث تلت شوي شوي هي، لكن في نوتات شوي صغيرة عم تجيبها أكتر من قبل من ثاني تلت. شوي صغيرة الحلو موجود لكن خف كتير، هي طعمة بلكي الشوكولاتة أو شيء خفت. الأرتي موجودة، طعمة التبغ ممكن تحس فيها أكتر. لساتني عم بدور على ليدري، ما طلع معي ليدري. حر، نوع من البهارات، مش بهار اسود على فكره، بلكي ما حكيت فيها القصه. فول فول سيجار فول سيجار فول. حكيتكم بطعم الخشب لسه موجود. في نوتات غريبه خاصه بالريترو هيل. هلا الريترو هيل عم تطلع هاي الحموضه راحت، هلا صار كتير على نكهه. كيف بدي اقول لكم اياها اوصف لكم اياها؟ نكهة قوية شوي يعني، عم تحس فيها شوي شوي صغير المرارة، لكن مش المرارة المزعجة، المرارة اللذيذة لو واحد يقدر يفسرها يحطها بطريقة هيك.
سيجار عجبني كتير، عجبني عجبني كتير. إذا اليوم أنا بدي أقيم هذا السيجار، خليكم معي لهون، أنا كتبت النوتات هون. شو حطيت؟ طيب نطلع على الشاشة. كونستراكشن أعطيته 8، أعطيته 8 لأنه مثل ما قلت لكم الحرق عذبني شوي صغير، لازم أضلني على طول أجلس. النكهة أعطيته 9، 9 لأنه نكهته جميلة جدا جدا، نوتات جميلة جدا، سيار فيه تعقيد وريترو هيل روعة روعة. الشكل كمان أعطيته 9 لأنه شكله جذاب، شكله عليها الأويل، شكل الرابر جميل جدا، بيتخلي الواحد كيف يصير عنده فضول انه يدخنه لهذا السيجار. كله على بعضه السيجار يعني رح يكون حوالي 9 8.79. سيجار جميل جدا، بنصح اللي بيحب هيك نوتات يجرب. انا فيليجر ماني مدخن كتير، لكن شكلنا رح نفوت بالقصة ونجرب. على فكرة هاي بلاك فورست الخط هذا فيه انواع، في التورو، في الروبوستو، في التوربيدو، في عدة انواع. انا اليوم اللي عم بدخنه التوربيدو البوكس بريست. سيجار جميل جدا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، نشوفكم بحلقة جديدة.